دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعوة علماء نجد، علماء المملكة العربية السعودية، هي دعوة إصلاحية. الدعوة دعوة إصلاحية. محمد بن عبد الوهاب دعوة دين تخر زرفي جشتار شبكر تخر آخر نخفي جنو نخسختي جتر زياغوتنو دين زيحة جتر زياغوتنو أراز فري جشتار أدري عالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يوجدك وآخر يراز بالحارة بيغوكم تيتشت آخر. يعني هذه الدعوة قامت على الإصلاح لا الإفساد. محمد عبد الوهاب دعوة دين رقي غبسوش رقي غجرشو زتيتها غوكر هر تخا نخف زختيش نخف يشنر تخا ميا دين نخترز زراح يشنو يا بسوجا نخترز يشنو أراز بالحار نخ تخر زن قوقن غياك خد الحنو سكتش شتجم ترز قاك الحنو حلق بلق خر قاك الحنو راقم سبثار. ارجاع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، وبخاصة التوحيد. ست شغوز بثار محمد بن عبد الوهاب بي يري غجاوش تاخري زبثار محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة خم رضوان الله عليهم أجمعين آخر دين الخازر قرو شتار آخر دينم دين الزرزراح وشتام سخر أخرى جينا راز بثار بسوم قمتو توحيد ورسجش بمي دين بوجي على حشق مزق ونغم يحطلاوه مساخن فشخ نغيا آر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف فشخ نغم خراج جنو راز بثار. ليست هذه الدعوة دعوة لتكفير المجتمعات، لا، بل لإرجاع المجتمعات إلى الدين الحق. أخم يا أخم بشاقم يجي خياخكم تخ الدين من غجن ومخر كافر تي مخر جور خواك تي جوا راقم زخ شقار أخم زخ شقار تخر حقم دين بجم دين قابز محمد صلى الله عليه وسلم ديت جادينر عرز يخال حجن عرز راح ويعش جنر عرز بثاخر.